كلمة اليوم تحت عنوان الرب يطلق أبطاله من الهيكل. الرب عنده أبطال، ما أعرف إذا أكو أبطال هنا موجودين، خليني بس أشوف أكو ما كنا أكو أي أكو واحد أحرك إيده هناك واحد أكو بعد أبطال من هالجهة أكو ماكو إيه اثنين وائل حلو بعد أكو بعد بس اثنين يعني الباقي الميدين صار أبطال ثلاثة هسه جهة الجهة أكو أبطال هالجهة هالجهة حلو هناك بركة بركة باسم يسوع رب عنده أبطال ودائما يقيم أبطال هو بطل بطل إيماننا خلي نفتح على تكوين 28 الآية راح أبدي أقرأ من عندها اليوم من هذا المكان راح أتكلم عن آية صغيرة عن حدث صغير حدث يمكن يبين أنه عشوائي بدون هدف لكن هذا لكن هذا الفعل كان إلى دور عظيم تكوين 28 عدد 10 خلونا نوقف نقرأ كلمة الرب باحترام نحن نقرأ 9 آيات من عدد 10 إلى عدد 19 فخرج يعقوب من بئر سبع وذهب نحو حاران وصادف مكانا وبات هناك لأن الشمس كانت قد غابت وأخذ من حجارة المكان ووضعه تحت رأسه فاضطجع في ذلك المكان ورأى حلما وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها يمس السماء وهو ذا ملائكة الله صاعدة ونازلة صاعدة ونازلة عليها هو ذا الرب واقف عليها فقال الرب تكلم أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله إسحاق الأرض التي أنت مضطجع عليها أعطيها لك ولنسلك ويكون نسلك كتراب الأرض وتمتد غربا وشرقا وشمالا وجنوبا ويتبارك فيك وفي نسلك جميع قبائل الأرض ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب وأردك إلى هذه الأرض لأني لا أتركك حتى أفعل ما كلمتك به فاستيقظ يعقوب من نومه وقال حقا إن الرب في هذا المكان وأنا لم أعلم وخاف وقال ما أرهب هذا المكان ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء وبكر يعقوب في الصباح وأخذ الحجر الذي وضعه تحت رأسه وأقامه عمودا وصب زيتا على رأسي على الحجر مو على رأس يعقوب على الحجر ودعا اسم ذلك المكان بيت إيل أو بيت الله ولكن اسم المدينة أولا كان لوز آمين آمين فضل استريحوا القصة معروفة وأغلب الناس قارين هذا النص هاي القصة تتحدث عن شخص كان هارب من أخوه مطارد من أخوه عايش في تشويش عايش في صراع تعرف شنو سوى بأخوه تعرف مو انت كنت موجود سامع القصة بهدل أخوه واخذ البكورية ضحك نصب والأخ قرر يقتل يقتل أخوه عيسو قرر يقتل يعقوب يعقوب جت الأخبارية بالليل من ماما قالت له ماما ايش قالت له أخوك مسلي نفسه يقول بس بابا يموت انت راح تطير اخذ نفسك سوت له بقشة أكل اطلع افلت الليلة لا تبقى وشرد يعقوب في ذلك اليوم شرد غريب متشوش متبهدل يحس بالضياع ويحس بالتيهان ورايح في أرض غريبة رايح على أرض حاران مدينة ما سامع بيها ما يعرفها رايح على مود ينجو من أخوه ولما صار الليل بدت الدنيا تليل والشمس تغيب شو اللي سوى هذا الإنسان باوع بالأرض شاف حجار جر له حجر اتوقع حجر شويه يعني شلون شكله حلو مثل المخده فتفتر تيب خلى وخلى راسه على الحجر ونام مثل الطابوقه احنا مش نقول طيب نام لكن في نومته حلم حلم الرب كلمه قال انا وياك انا موجود وياك لا تخاف اطمن مع انه الارض والظروف كلها تبدو صعبه مع انه كل العيان يبدو حواليك صحراء بس أنا وياك ورب يتكلم كثيرين أنت جاي تشوف ظروف صعبة انساها أنا وياك أنا ماشي وياك أنا حكمل أكمل وياك هذا الحجر
هذا الحجر يمثلني ويمثلنا. هذا الحجر ما كان له تاريخ، ما له هوية، حجارة كثيرة مشمورة بكل مكان، لكن هذا الحجر سوى نقلة في العالم الروحي، خل أسميه. هذا الحجر لما اتكى عليه يعقوب حلم حلم، والرب أظهر له هذا الحلم. لما نهض يعقوب من الحلم شنو سوى للحجر؟ جاب الحجر وقفه، أقامه عمود، سواه على شكل عمود. أنا ما أعرف شنو سوى بالضبط، جمع أحجار وخلى هذا فوقاتها، سوى في الترتيب أنه هذا الحجر يكون بارز. وفوقات الحجر شنو سوى؟ طلع شال وياه علبة زيت وصب على الحجر، وهذا الزيت أو هذا العمل اللي سواه ويا الحجر غير تاريخ المدينة. كان المدينة اسمها من يذكر قرينة؟ لوز، أجار اللوز مليانة، ما أعرف ليش سموها لوز. قرأت بالتفاسير يقول إنه ممكن الأرض كان بيها أجار لوز أيا كان، لكن المدينة تغير، الأرض المنطقة الجرداء صار لها اسم ثاني، صار اسمها بيت إيل. كلمة صغيرة، أنت قادر تغير المكان اللي أنت بيه إذا تؤمن. كم واحد يؤمن؟ أنا تعرف أنا حالي حال متعوس، أنا حالي، أنت مو أتعس من حال يعقوب، أنت مو حال. كم واحد من عندكم مطلوب للقتل؟ يرفع إيده يتقدم. الحمد لله والشكر، نعمة، أنتوا بخير. كم واحد أخوه مشتري سلاح وراح يقتله؟ ولا واحد. إذا ماكو أحد تعاست حبيبنا يعقوب. لذلك رب راح يقيمك حجر في الحياة. بالقصة نشوف أنه يعقوب في تلك الأزمة اللي مر بها، رب إجا يطمن هذا التطمين الحلو. في تعبه في أزمته شاف حلم. هذا الحلم كان بسيط جدا، أنه هناك أمامك سلم منصوبة على الأرض، وفوقاتك أكو شنو؟ سماء مفتوحة. أنا أتكلم لكل إنسان يسمع هالكلمة، إذا أنت تثق وتصدق بما جاء في كلمة الله، لكل مؤمن، لكل مؤمن أكو أمامه سلم منصوبة وسماء مفتوحة. بس إحنا صوت المدينة، الضجيج بالمدينة، يا معود ما راح تنحل، ما راح يكفي الراتب، راح يصير كذا، وراح يصير معود المرض مالتك والدنيا وظروفك والمشكلة. صوت المدينة عبى أذاننا ضجيج، إلى درجة حتى لو الرب ظهر وتكلم إنه شخصيا، يمكن البعض ما عندنا ما حيصدق. جاي يقول لك اليوم لملم نفسك، جمع نفسك، جيب نفسك اللي تبعثرت هنا وهنا وجيبها وخليها أمام الرب. احنا عايشين في زمن كله سرعة، كله سرعة. يعني الناس تتمنى يقول ايش دعوة الخدمة، ايش قد الخدمة تطول، ايش دعوة ساعة وتسويها ساعة، ايش دعوة تسويها نص ساعة، وش راح يقولون؟ تسويها اونلاين وفضها خلاص. احنا في وقت ما يجي بالليل ب12 بالوحدة اشوفها. يوم من الأيام شخص من الأشخاص قال لي، هاي يعني قصة حقيقية، يعني ليش الخدمة فلان ساعة، ليش ما سوى فلان ساعة، وعن مود نجي على هذا. قلت له أوكي، غيرنا نظامنا كله على مود هذا الإنسان. قلت يا رب حتى لا أكون عثرة. وهذا الإنسان هم ما أجى. تشويش والضجيج اللي يأكل في ذهن المؤمن. أنا حقول لك فتشي، إذا كان شيء يأثر على صحتك النفسية والجسدية والعقلية في 2023، ضجيج المدينة، ضجيج المدينة. كيف أخلص من ضجيج المدينة؟ أدخل إلى هيكل الله، إلى محضر الله. وأنا ما أريد أدين ولا أحكم على أحد، لأنه أنا واقع أنا وياكم نفس اللاين، نفس الخط. الوقت حتى ندخل، حتى نهدأ، حتى نصلي، وحتى نسمع صوت الرب، هذا الوقت تعال جيبه، صعب يتحصل. كم واحد يعاني من هالمشكلة؟ لو بس أنا أعاني بها، إيه بس أنا ويوسف، الباقين مع كلكم حلوين. ضجيج،
شاف سلم والسلم منصوبة والرب كأنه يدعو، قال له تعال تعال اصعد، أنا حكون وياك، أنا حكون معك. الشرير عدو الخير منشغل جدا أنه ما يخليك تشوف هذا السلم قدامك. من يذكر إسحاق شنو سوى من حفر الآبار؟ حفر الآبار شنو سوى ويا الفلسطينيين؟ نزعوا على الآبار. آبار كان عند أبوه، أبوه حافرها، شنو سوى الفلسطينيين؟ من يذكر؟ طموها تراب. يحاول الشرير يرمي عليك تراب حتى لا تشوف، يغلق آبار المي، آبار الحياة اللي ممكن أنت تشرب من عندها حياة، العلاقة مع الرب، يدي سد الأبواب أمامك حتى تبقى ناشف، عصبي، متنرفز، متضايق، متشوش، تعبان، فما تعرف طريقك. راح يحاول يلوثك، يلوثك الشرير، لكن مع ذلك الحق يبقى ثابت. حالما وين ما أنت تمشي أكو قدامك أكو سلم، باو علمك قل له بس هالكلمة، قدام رجليك أكو سلم. أنا أؤمن، أنا من قريت هاي الكلمة بشهر نهاية الـ11 أو بداية الـ12 وأنا جاي أقرأ بها، رب ثقلني فكتبت كلمة وخلصتها، قال لي هاي الكلمة الرب قال لي ضمها تنطيها الكنيسة الحياة هاي إلهم، فضميتها بالباكيت وجاي أتكلم اليوم لكم. قدام كل إنسان أكو سلم، أكو قدام كل إنسان من عندكم أكو طريق مفتوح، طريق فتحه الرب يسوع لنا ندخل به براحة، بحيث أنت ما تأخذ وقت تفكر أو لازم أروح للبيت ساعة كذا حتى سد البيبان وأخذ خلوة. في أي مكان تكون أنت واقف قادر أنك تصعد إلى محضر الله وتتكلم ويا الرب شخصيا، والرب يتكلم وياك. الرب كان واقف على السلم هذاك الزمن، الرب وين كان واقف؟ لكن احنا في زمننا الكلمة صار جسدا ونزل السلم وعاش، واحنا مو مثل يعقوب. يعقوب شاف الرب من بعيد، لكن احنا الذي لمسناه الذي سمعناه احنا صرنا اخوان الرب، التشارك في الدم واللحم اشترك هو ايضا فيهما، صار اخونا، صرنا اخوة للرب. هي هالكلمة اللي دا وصلها، احنا في زمن عظيم جدا، احنا مع الرب والرب ويانا، نازل لنا سلم تبدي من يم رجليك تنتهي الى الرب، وفي المنتصف اكو ملائكة. ايش قاعد يسوون الملائكة؟ صاعدين ونازلين. شنو برأيك الملاك ينزل؟ من ينزل لغرفتك او ينزل لبيتك شو يسوي؟ يلا انا اذا اليوم اسوي امتحانات شو يسوي ببيتك؟ يسوي مشاكل، ها؟ شو يسوي؟ يسوي بركات. شو يسوي بعملك؟ شو يسوي بصحتك؟ يحمل قوة، يحمل نعمة، يحمل إعلانات، يحمل بصيرة، تحمل الملائكة. مكتوب عن يسوع فلما جاء أخيرا شنو صار؟ جاءت الملائكة وصارت تخدمه. كم واحد محتاج الملائكة خدمة؟ عبراني يقول خدمة مرسلين خدمة العتيدين، بس اثنين يدون ملائكة يخدمون بس هسه أوكي. أنا محتاج خدمة الملائكة. هل تؤمن أنه أكو ملائكة في بيتك؟ بس تعرف ليش ما نشوفهم أو ما نسمعهم أو ما نحس بوجودهم؟ ضجيج 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 المدينة. فديومك عدت وصلت يا رب اشفيني من مرض كذا وكذا، وشفت نفسك بديت تتحسن وانشفيت، شنو اللي صار؟ دخلت الهيكل، لمست الرب، الرب أنطاك شفاء. يوم من الأيام مشى يعقوب الأرض الصخرية، من رايح صحراء؟ منو ماشي بصحراء؟ شايف الصحراء مؤذية، شايف الحجار اللي بيها؟ زين، هذا الطريق اللي مشى به يعقوب كان يوم متعب مؤلم مستنزف لحياته، لكن الإعلان غير حياته. ما هذا إلا بيت الله وهذا باب السماء. في كل مرة شعب الرب يجتمع تنفتح السماء. تؤمن لو ما تؤمن؟ أنا خلي أقول مثلا كمثال، رافي أنت السماء فوقك مفتوحة فرضا، خلي ناخذ كقياس
يعني بشري مادي، ايش قد يقول مفتوحة؟ تخيل، يعني لا تستحي، قول نص متر، اوكي؟ ويا زوجتك نص ثاني ايش قد تصير؟ متر، مترين، ثلاث امتار، وتتجمع الشعب يتجمع، واذا السماء تنفتح بكيلومترات، واحد منكم يطرد 1000، اثنين منكم شو يطردون؟ 2000 ربوة. هكذا يعمل الرب في حياتنا، حياة المؤمنين. وتطرد 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 ظلمة، وتطرد خطايا، وتطرد انشقاقات ومشاكل ونجاسات. إذا ممكن نفتح بطرس الأولى، هذا الحجر يذكرني بقصة في بطرس الأولى فصل الثاني عدد 5. بطرس الأولى فصل الثاني عدد 5، فصل الثاني عدد 5، بطرس الأولى. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية، بيتا روحيا كهنوتا مقدسا، لتقديم ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. كونوا أنتم أيضا مبنيين كحجارة حية. كل حجر يجي من حجر يصير مكان صالح لتقديم الذبيحة، كل حجر يتقدم مع حجر، كل حجر يلزق بحجر آخر يصير مكان مناسب لتقديم ذبائح روحية ليسوع المسيح. ما هي الذبائح اللي نقدمها؟ هي مقدمنا ذبائح لما قدمنا شنو قدمنا اليوم؟ تسبيح بعد، والصلوات بعد، عطاء أجسادنا، إرادتنا، كلها لما تقدم لله. تعرف أصعب شيء للإنسان شنو؟ إنه السلم قدامه وما يتعلم يصعد عليها، إنه قدامه طريق مفتوح ربي يدخل في حياتك. واحدة من الأشياء التعسة اللي أسميها في حياتي إنه أنا أريد أقود نفسي، ما أسمح للرب يقود حياتي. أنا أريد أقود نفسي، أنا اللي حط الخطة، أنا اللي حط الخريطة، أسوي خريطة كبيرة وظل أخطط لنفسي بدون ما أسمح للرب. أقول له ممكن أنت تمسك القلم وتخطط لنفسي، هذا راح يسوي استنزاف لحياتنا. آية ثانية في رؤية 3، رؤية فصل 3 عدد 12، رؤية فصل 3 عدد 12، الرب يتكلم هاي الكلمة: من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل إلهي، ولا يعود يخرج إلى خارج، وأكتب عليه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة النازلة من السماء من عند إلهي واسمي الجديد. الرب يريد يطلق أبطاله، الرب يريد يسوي نوعية جديدة من الناس في هالسنة، يختارهم ويتعب عليهم حتى هذول الناس يصيرون عواميد في الهيكل، عواميد في أسس عمل الله. كم واحد مشتاق أن يكون أساس في عمود في عمل الله؟ أكيد كنا نريد، أكيد كنا راح نرفع إيدينا. بس راح أقول لك فتشي من الكل، الكل رفعتوا إيديكم أول ما حتطلع من الباب، منتظرك واحد شال بيده السطل ومليان السطل تراب. أول ما تطلع إيش راح يسوي؟ يذب عليك تراب حتى تنسى اللي سمعته اليوم، وراح تلتهي وتلتهي وتلتهي، واللي وصير اليوم قصة خبر كان. تعرف لأنه عدو الخير منشغل، لأنه إذا كل واحد في كنيسة الرب صار عمود وصار يغلب وانكتب عليه اسم الرب وانكتب عليه أمور الله، أمور سماوية، راح تخرب المدينة، مدينة العدو راح تخرب. لذلك راح يحاول بكل كيانة أنه يغطي عيونه. كم واحد راح يصر يبقى على أنه يا رب أكون عمود في هيكلك؟ أخذها صلاة إلك هاي السنة، كمل بها السنة حتى تكون هاي الصلاة صلاتك وهاي الطلبة طلبتك. أجي السؤال: كيف الرب يطلق أبطاله؟ كيف الرب يخلق الأبطال اللي نسمي الكلمة؟ كيف الرب يجي ويطلع من الجماعة بطل؟ تبتدي تصير بطل، يوم راح نشرح عليك.
من كنت صغير بصف الخامس ابتدائي، كان معنا طالب ذكر اسمه ما أقول اسمه، ضعيف أضعف واحد بالصف، فكان درسنا الهيكل العظمي، فكان يجيبه بعز الشتاء يشلحها ويشرح لنا هذا القفص الصدري ويأشر عليه. فاليوم ما حشرح عليك بس تبقى بدومك يعني. كيف الرب يقيم الأبطال؟ راح أقول لك يا فتشي بسيط شفته في حياتي طول هالسنين. يجي الرب يعلن مشيئته، يجي الرب يهمس فوق العابدين، فوق الناس اللي تصلي في هذا المجمع المقدس، يجي الرب وينطق الكلمة. تذكرون أشعياء من دخل؟ سمعت صوت الرب ينادي، من أرسل؟ من يروح؟ ينطي الدعوة وينتظر أنه واحد من هالناس يقول أنا أنا أنا. والرب راح يطلق دعوة اليوم، راح يطلقها إليك، قد تكون كبير قد تكون صغير، جاي لأول مرة، جاي للمرة الألف، مؤمن اليوم، مؤمن من قبل، مؤمن أيا كان تاريخك ومستواك، راح يطلق الدعوة ويبقى هل أنت تريد؟ الله هو العامل فيكم أن تريدون، ما راح يجبرك. كيف يطلق الرب الدعوة؟ يجي ويهمس في المكان همسة صغيرة، أريد فلان أمر يصير، أريد الأمر فلان يصير، أريد كذا يصير. ممكن في حياتك، ممكن شيء تسويه في عائلتك، ممكن شيء تسويه في مدينتك، ممكن شيء تسويه الصديق وياك في العمل، ممكن شيء تسويه واحد من أقربائك. يطلق فتشي في فكرك في قلبك، اتحرك. ممكن اعتذار، ممكن تمد ايدك وتروح تساعد انسان، يطلق فتشي. ممكن دعوة، ممكن ارسالية. كم واحد سامع كلمة ارسالية؟ ما حد. كنيسة رسولية ما سامعين ارسالها؟ سامعين. كم واحد سامع دعوة؟ دعوة مو المطعم، دعوة روحية. كم واحد متحمس ان يكون في دعوة الله؟ كم واحد؟ كنا نقول امين، لكن لما تقبل الدعوة يقول الرب تحط ايدك على المحراث. تعرف شو يصير من تلزم المحراث والثيران؟ هو المحراث راح يجرك انت، بس كل ما عندك تثبت المحراث بالارض وما تلتفت لي ورا، لانه عندك لاين لازم تمشي على اللاين، على الخط مالتك الدعوة. والإنسان لما يجي يسمع صوت الرب ويبي يتحرك، هذا الإنسان حبيبنا وصديقنا مثالنا الطيب، قرر أنه يا رب رح أسمع دعوتك، وخلى رجله على الأرض. أول خطوة يخطوها رح تنفتح السماء فوقك، ورح تمتد السلم أمامك، لأنه هذا العمل ليس عملك ولا منك ولا إلك، هذا عمل إلهنا إلى وحده وبي ومن خلاله ولمجده. تنفتح السماء ويبدأ الرب ينقل. خلنا أعطيك مثال، أعطيك مثال صغير كيف الرب يخلق أو يصنع الأبطال. إذا تفتح خروج فصل 14، فصل 14، كثيرين يصلون لأجل أمور. في خروج 14 آخر ثلاث آيات، عدد 30، آخر آيتين عدد 30، وبعدين ندخل على 15. خروج 14 30، فخلص الرب في ذلك اليوم إسرائيل من يد المصريين، ونظر إسرائيل المصريين أمواتا على شاطئ البحر، ورأى إسرائيل العمل العظيم الذي صنعه الرب المصريين، فخاف الشعب الرب وآمنوا بالرب وبعبده موسى. ندخل على 15، رح نقرأ آية الأولى والثانية. حينئذ رنم موسى وبنو إسرائيل هذه التسبيحة للرب، وقالوا، رنمها أول مرة موسى، خلي بالك، بعدين بنو إسرائيل كرروها وعادوها، وقالوا أرنموا للرب فأنه قد تعظم، الفرس وراكبه طرحهما في البحر، الرب قوتي ونشيدي وقد صار خلاصي، هذا إلهي فأمجده، إله أبي فأرفعه. آية 20 وعدد 21،
آية 20 عدد 21. فأخذت مريم النبية أخت هارون الدف بيدها، وخرجت جميع النساء وراءها بدفوف ورقص، وأجابتهم مريم. مريم شنو سوت؟ أخذت الترنيمة مرة ثانية وعادتها بس باللحن، رنموا للرب فإنه قد تعظم الفرس وركبه، طرحهما في البحر. كيف يخلق الأبطال؟ إجا الرب وأنطى ترنيمة روحية في الجو، في الجو الروحي، جو النبوي المفتوح على الشعب لما عبروا البحر. من التقطها أول واحد؟ موسى أخذها. موسى أخذ الترنيمة وبدأ يرنمها وبدأ يقولها بصوته، ما أعرف شنو كان صوته مريم. والرب أنا أتوقع بدأ الرب ينتظر من الإنسان الثاني راح يأخذ الترنيمة. كان ثاني إنسان أخذها من هو؟ مريم بدون كسل، وين عندكم دف؟ أخذت الدف وبدأت تترنم، والنساء خرجوا وراها. أنتوا لاحظتوا شنو صار؟ إنه مريم تغير اسمها، شنو صارت؟ صارت نبية. مريم شو كت صارت نبية؟ هذاك اليوم اللي بدأت ترنم للرب وشالت الدف وبدأت تغني والنساء مشوا وراها. هاي الدعوة اللي رب يسكبها حالما أنت تسمع صوته وتتحرك. كم واحد جاي يصلي أجل مواهب روحية؟ نصلي. سؤال بيني وبينكم، يصير شيء لو ما جاي يصير شيء؟ تعرفون ليش؟ لأنه محتاج الإنسان يسمع بوضوح وينطلق، لكن الضجيج سد الأذان والقلوب، الخوف. أنا جاي أقول لك اليوم، هاي السنة أريد الرب يقيم أنبياء. ما أعرف إذا أنت تحب تكون نبي، ما حسك مشجعين، ما حد يريد يصير نبي، حس كأنه ورطة راح يتورط. ربي يقودك نبي، مو قال بالكنيسة أكو أنبياء، مو قال جدوا للمواهب الروحية وبالأولى أن تتنبأوا، لأن من يتكلم باللسان يبني نفسه، وأما من يتنبأ يبني الكنيسة. تبني الكنيسة بيك، تنبني الكنيسة، كنيسة الرب. ربي يقيم في هالكنيسة ناس أقوياء، حجارة حية يقيمهم الرب، لكن التشويش والتراب يخلي الإنسان يلا إن شاء الله يا رب من نصيبك، إن شاء الله من نصيبك، أنت يقيمك تقيمك. الشرير ما حيخلي عندك طاقة، ما حيخلي عندك حماسة تطلب بعد شيء من الرب. شايف الفحمة وذب عليها مي، شي يطلع صوت، شي يطلع تنطفي. يا حاول الشرير شي يسوي لك وطفيك. هالسنة قرارك أنت تشتعل أم تنطفي. وصير نبي، القسيس ما حيزعل إذا صرت نبي، أنت راح تفيد الكنيسة، راح تبني الكنيسة. تمام قسيس؟ لا أنا غلطان. بركة راح تكون للكنيسة، بركة للشعب الله. الرب يريد يسكب نعمة على الكل. أنا أؤمن أن الرب في كل اجتماع يجتمعون به القديسين يفتح السماء وينطي عطايا. أنا أؤمن اليوم كان أكو سماء مفتوحة لما صار عندنا ترنيم وتسبيح وعبادة، فتحت السماء والرب بده يسكب عطايا علينا، عطايا اللي واقف يقول اللهم ارحمني أنا الخاطئ، للإنسان اللي يقول ها أنا ذا، للإنسان اللي يصرخ يا رب اشفيني، للإنسان اللي جاي يسأل وين الحل، وين الطريق، شنو أسوي. أنا أؤمن أكو في سماء مفتوحة في كل مرة شعب الرب يجتمعون ويصلون ويعبدون. وقت التسبيح مو وقت ملل، لكن وقت استلام عطايا واستلام نعم. رب يستخدم كل إنسان يوقف هالمكان. أنا أتمتع لما أسمع الترنيم وياكم. بركة، أنتوا بركة للي يرنمون واللي يعزفون واللي يقودون، أنتوا بركة. ناخذ مثال ثاني، سفر الأعمال، أعمال رسل فصل 13. أعمال فصل 13، الرب يبحث عن ناس أذانهم لا تسمع لصوت المدينة، أذانهم مغلقة عن بابل، البلبلة، التشويش، اللاشة. أعمال فصل 13 عدد الأول. كان في أنطاكية،
في الكنيسة كان هناك أنبياء ومعلمون، برنابا والسمعان الذي يدعى نيجر، ولوكيوس القيرواني، ومناين الذي تربى مع هيرودس رئيس الربع، وشاول عدد 2. وبينما هم يخدمون الرب ويصومون، هاي الكلمة مهمة، بينما هم يخدمون الرب، تعرف أنت لما تجي هنا في الكنيسة أنت جاي تخدم الرب، تعرف شنو معنى كلمة تخدم؟ أنا جاي أقدم نفسي يا رب، محتاج خدمة، محتاج خدمة، أنا جاي لك، أنا جيت أسمع صوتك. بينهم يخدمون الرب ويصومون قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول، فرزوهم إلي المن للعمل الذي دعوتهما إليه. أنا أثق أنه في كل اجتماع يجي الرب يكلم نفوس يقول لك راح أفرزك لعمل، راح أفرزك. الرب يمكن يناديك، يناديك لو ما يناديك، ينادي. تذكرون هذا الطفل الصغير اللي اسمه صموئيل؟ زين، هم كان نايم مو صح؟ وهو نايم شنو سمع؟ صموئيل صموئيل، يدعوك ويدعوك انه تكون خادم له، تخدم الله، تمتلي نار، تمتلي قوة، تمتلي غيرة، تمتلي نعمة، وتمد ايدك في عمل الله وتشتغل وتعيش إرادة الله ودعوته. أنا أثق أن الرب يختار ناس مثل برنابا وشاول. شنو سوى شاول؟ تتذكرون شنو سوى؟ غير تاريخ، غير مجرى حياة أو حضارة أوروبا بالكامل لما راح روما ونشر الإنجيل هناك. قارين تقارين تاريخ. أنا أؤمن أن الرب راح يقيم ناس يغيرون تاريخ بغداد، إذا أنت تصدق، يعني إذا أنت تصدق راح يغير تاريخ بغداد، يغير تاريخك أنت، أنت يغير تاريخك، بحيث أنت من تحص ورق سنة الكذا وتشوف تتبع سنين حياتك نتباوع من أنا كيف تحولت الدودة إلى إنسان عاقل. هذا تاريخي، أنا أتكلم عن نفسي، كيف تحولت الدودة إلى إنسان عاقل يسوع المسيح. أنا أؤمن أنه قادر يغير تاريخك ومجرى حياتك، ومن تتغير أنت يغير عائلتك. آمين. ومن يغير عائلتك يبدي يغير مجتمعك إذا أنت تؤمن وتصدق. وقت تغيير، الوقت مقصر، الأيام شريرة والوقت ما يكفي، إنه الوقت لعمل الرب. هاي هي الرسالة جايبها في قلبي اليوم. حجر عادي مشمور بالبتشول نوير، لا مكان لا شيء، هذا الحجر صار يقولها صار آدمي، وقفه وما عندكم زيت وسكب عليه زيت، غير التاريخ، المدينة صار هالتشولة صارت بيت. ممكن تشوف مدينتك مدينة تشول حلوة، ممكن تشوف عائلتك عائلة ضعيفة، ممكن تشوف حالتك حالة ضعيفة. انتظر شيء واحد، حالما يسكب الزيت عليها، حالما يحل الروح القدس تتغير كل الظروف، تتغير كل الأمور. لكن من هو هذا الإنسان اللي يصبر ويصلي حتى الزيت ينزل على حياته وعلى بيته وعلى عائلته؟ هذا تاريخك، هذا مصيرك، هذا قرارك. أنا جاي أشوف ناس، سامحوني أقول هالكلمة، أنا جاي أحس أكو ناس مو يهم هالكلام ولا يهمك، ما زعلان منك، أحبك، تحياتي للجميع، لكن أنا أتكلم للناس اللي في قلبهم عمل لله. اسمع هالكلمة، الحياة راح تفوت وما حتحس على نفسك إلا وإنت وصلت في مرحلة بعد عمر طويل تقول بعد ما أقدر أسوي شيء للرب، كل شيء يخلص. هنيالك يمن ثبتت رجلك في سكة الله وطريق الله، الرب يفتح لك السماء، الرب ينطيك الدعوة، الرب ينطيك النعمة، الرب ينطيك التغيير. هذا الحجر صار علامة، صار شهادة، هذا بيت الله وهذا باب السماء. من يذكر دانيال؟ احنا نتذكر دانيال بقصة واحدة، دانيال مع الأسود. سؤال، دانيال كان عايش في أصعب حالة، ممكن تعدد وياي
الصعوبات اللي كان عايش تعرف راح أجيب دانيال، لأن أكو ناس راح تقول لي ممكن أحكيك على صفحة. تفضل. أنت ما تعرف ظروفي، أنت ما تعرف شنو جاء أمر. خلي أحكي لك على بابا، خلي أحكي لك على منو، على ماما. خلي أحكي لك ويظل يحكي. خلي أحكيكم على دانيال. يلا دانيال شنو قصته؟ من يعرف قصته؟ كان مسبي رقم واحد، بعد ساعدوني ها خادم لملك شرير وثني ساحر فلكي أتعس الملك، بعد تخلى عن لغته، بعد يلا وياي يلا هو اليوم مرة بالسنة أجيكم، نعم بدلوا اسمه يلا. بس أربعة يعبد إلى آخر، غيروا هويته، غيروا أكله، غيروا نظامه، أخذوا شبابه بعمرك وأصغر من عندك، خلوه يخدم ملك وثني شرير. انتهى أنه يرجع إلى أهله، إلى أورشليم. انتهى ماكو بعد رجوع، ماكو بعد أقارب. اقتلعوا اقتلاع من كل تاريخه، نسوا العبري، نسوا كل شيء، ويطمسون، يحاول الشرير يرمي عليه تراب ويغطي فكره وارادته. بعد شنو اخذوا من عنده؟ جعلوه مخصي بلا ثمر، عقيم. انتهى، ماكو امل بعد اكون ذريه، انتهى. لكن هذا الانسان في كل الضغوط، كم واحد عايش هالضغوط؟ انت ما عايش تلت اليوم الحمد لله ويا كل هالضغوط تجي له ضغوط ثانية، لكن هذا الإنسان وضع في قلبه أن لا يتنجس. دأكل كل شيء قدامك، أكل أخذ تمتع. لا يعني هو وين إلهك؟ يعني شو راح تستفاد من إلهك؟ إلهك شو راح يغيرك؟ يعني يرجع لك شو راح يرجع لك؟ كل شيء راح من عندك وما راح يرجع. ما لي علاقة، أنا أعبد إله واحد حقيقي، أنا أعبد يهوه. هذا هو الفرق اللي يصنع الإنسان المكرس، اللي قرر يدخل الهيكل قدس الأقداس ويخلي إيده أمام الرب ويقول له يا رب خلص، انتهى الماضي وانتهى الحاضر، انتهى المستقبل، أنت صرت الكل في الكل. مع المسيح قد صلب فأحيا لا أنا بل المسيح. ويا رب ما أريد منك شيء بعد، خلص جيب الجمرة وطهرني بالجمرة وغيرني، أنا خادمك. هاي الرسالة اللي في قلبي. أنا أعرف بعد ما نخلص شو راح ناكل وشو راح نشرب وشو راح نلبس وشو راح نروح، والضجيج يصعد مرة ثانية والتراب ينزل على عينك وراح تنسى الدعوة. لكن أنا أصلي أقول يا رب عندك ناس في الكنيسة، عندك ناس، عندك شعب، عندك قديسين، عندك ناس أذانها مفتوحة تسمع صوتك. وصلت للنهاية، خليني أسأل كم سؤال. شنو أخبار السماء لما تدخل غرفتك؟ عندكم خلوة؟ لو عندكم خلوة؟ عندها خلوة؟ حلو، من تسد الباب؟ الحمد لله والشكر. شنو؟ تقفلها؟ حلو. تفتح السماء لو ينفتح الفيسبوك بالخلوة مالتك، شو تفتح؟ زين سماك مفتوحة، أم فيسبوكك مفتوح، يوتيوبك مفتوح، الجيمز جالك إشعار عندك 500 حياة، الحق العب. شنو جاياك بحياتك؟ شنو جاي يتلف بحياتك؟ لا تستهين بالثعالب الصغيرة لأنها تفسد الكروم، ما تخليك بلا ثمر. لا تستهين، مو هذا معود، كلها تلعب، كلها تسوي، كلها تشوف، كلها تسمع. انت جاي تتلف في داخلك، هناك تلف. انا انسان الله، تقدر تقولها وياي، انا انسان الله. انا ابعد، يعني كلام الخواتي، انا ابعد من اصحى الصبح اول شيء يدور ببالي ايش راح اسوي غدا اليوم، ونغسل الهدوم. بعد اول سؤال يجي ببالكم الخوات، ساعدوني انتوا تفكرون، طلعوا افكاركم، حضر الريوق.
واغسل المواعين، بدل حفاظات، وسوي كذا، وجيب من الروضة ودي للمدرسة. حياتي أبعد من هالكلام، أبعد من هالمسافة. أنا حياتي للسماء والأرض، هذا مستوى صعودي ونزولي، وليس المطبخ والسينج والغسالة والعمل. وين تباوع؟ وين تشوف؟ شنو جاي تسمع؟ شنو أخبار الخلوة؟ هاي السنة كتبت هالكلمات صغيرة. هاي السنة هي سنة سماء مفتوحة، هاي السنة هي سنة سلم منصوبة، هاي السنة هي سنة جمرات تطهير تقديس تكريس، هاي السنة هي سنة سماع صوت الهيكل. ومن جهة أخرى الشرير واقف وحط له أجندة، هاي السنة سنة تشويش، هاي السنة سنة قحط، هاي السنة سنة مرض، هاي السنة سنة سلب. من يذكر إسحاق؟ تعرفون رب من كلام يعقوب؟ قال له أنا إله أبيك. أبوه منو كان؟ قال له إله إبراهيم وإسحاق. قال له تعرف بدون ما تتعب نفسك، لا تلف ولا تدور، شوف اللي باركت بإبراهيم أنطيته لإسحاق، راح أنطيك إياه بالوراثة. بارك إحنا مباركين بيسوع المسيح بدون تعب. تصحى الصبح البركات تنزل عليك مثل المطر. صدقوني هذا ما تقوله كلمة الله، بس تفتح عينك. مبارك الله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنا بشنو؟ بكل بركة روحية في السماويات. هذا ميراثنا، هذا وميراثك. من يتذكر في تكوين 26 بدون ما نفتحها، كان أكو جوع في الأرض، وإسحاق كان متشوش. ها؟ ليش تعالوا عضلات؟ إسحاق كان متشوش وعنده قرار. الوضع المادي صعب والناس جاي تقول لي روح هاجر، أخذ جنطك وهاجر. وهو الرجال هم لم نم غراضه، حكي ويا مرته قالت له براحتك أنا وياك. وبالليل ظهر الرب قال له ابقى بأرضك، أنا حباركك، أنا وياك، أنا الموجود. وبدأ يزرع، زرع مثل ما كل الناس زرعت، بس من إجا يحصد؟ من يتذكر قد حصد؟ قالوا له راح أنا سوي لقاء، إذا أنتم شايفين ويا يعقوب، قالوا له احكينا عن الأسمدة اللي استخدمتها، شنو كان نوع الأسمدة اللي استخدمتها؟ قال ما شيء عادي. شنو نوع البذور؟ مستوردة أكيد كانت. قال بذور عادية، نفس هذا مثل ما زرع أنا زرع. ليش أنت أرضك 100 ضعف؟ الرب كان فوق أرضه، الرب راح يكون على أرضك، على بيتك إذا أنت تصدق، راح يكون على جسدك، راح يكون على صحتك، راح يكون على نفسك، راح يكون على فكرك ومخططاتك. هل تسلم الإرادة للرب؟ هاي كلمة اليوم، تعالوا نصلي بها. تعالوا شنو الرب لمس قلبك؟ تعال انحني، ناخذ دقيقتين ثلاثة نصلي، خلي كلام الرب يثبت فيك. وممكن وانت تحس تصلي راح تسمع صوت الرب ينطيك دعوة، ينطيك أمر غريب تعمله في حياتك. يوم من الأيام صليت هالصلاة الغريبة، كنت ملحد، ركعت بالأرض، قرأت كتاب، كان كتاب من الأب دانيال، كان الكلام بالـ97. ركعت بالأرض وصليت صلاة غريبة، قلت له يا رب إذا أنت موجود وإذا أنت حلو مثل ما هذا الكاتب يقول أنا رح أنطيك حياتي. كنت كل شيء ما فاهم، ولا حتى الإنجيل ما كنت قارئ، كنت أقرأ كتب روحية بس. قلت له رح أسلمك حياتي. صار في قلبي جوع، أقرأ الإنجيل، صار في قلبي جوع روح للكنيسة، صار في قلبي جوع تعلم تصلي، صار في قلبي جوع انطي عشور، صار في قلبي جوع نادي بالإنجيل للناس اكرز بي. وكل من أسمع شيء على جهلي، إذا سمي الكلمة أروح أطيع 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 أطيع. ورب ممكن يكلمك اليوم كلمات صغيرة وبسيطة، ممكن تشوفه كأنه حجر صغير ما له تأثير، ما له قيمة، لكن هذا الأمر اللي راح تطيعه ممكن يغير مصيرك بعد 10 سنين، بعد 20 سنة. أنا شفت الناس الكثيرة اللي إجت للرب وقالوا إحنا نحب الرب، وبعدين طلعوا وما ثبتوا، إنه كان هناك أمور صغيرة كلمهم بها الرب هم رفضوا ويطيعوها. أنا شفت خدام كثيرين الرب انطاهم دعوة ومسحة وهبة وموهبة، وبردت النار في حياتهم
لسبب بسيط، إن هناك كان أكو نقاط صغيرة، طلبات صغيرة طلبها الرب وهم رفضوا ويطيعوها. تعال صلي وياي، خلينا نصلي صلاة صغيرة. نقي أذاني من كل تشويش، نقي أذاني من صوت المدينة، نقي أذاني من صوت الضجيج، ضجيج ضجيج تشويش في بابل، قاتلة الأنبياء، بابل راجمة المرسلين. الرب تكلم عن أورشليم هالكلمات، لكن أورشليم كانت تحت نظام أو سيستم الظلمة، بابل اللي تقتل، مو أورشليم السماوي، لكن أورشليم قاتلة، الأرض اللي يسود عليها الشرير، رفضت المسيح، كل مكان يرفض المسيح هي أرض قاتلة للنبوات، قاتلة للمرسلين. يجي الرب يجمع أولاده في كنيسة حتى الكنيسة تصير محطة جمر نار، يطلعون من عندها ناس مليانين نار. مكتوب عن الملائكة الصانع خدامه رياحا ألسنة أو لهيب نار. رب يريد قيمك نار في بيتك تكون، قال في هيكل النار ظل مشتعلة 24 ساعة، نار أمامي، نار أمامي. إذا كنت تريد تكون نار في بيتك، رب ينطيك الدعوة وينطيك القوة حتى تكون هذا الشيء. رب يفتح لك السماء، أؤكد لك هناك سماء مفتوحة فوقك، هناك سماء مفتوحة وانت نايم بالفراش وانت صاحي وانت رايح لعملك، في أي وقت في أي زمن السماء مفتوحة أمامك فوقك. الشرير يخبرك ظروف صعبة، باوع للظروف، باوع جوا، باوع جوا، يسوع يقول لك انظر، ارفعوا رؤوسكم إلى فوق. تعالوا نصلي. طهرني طهرني، ارفع يدك وتعال صلي. واحدة من الأشياء تعلمتها السنة الفاتت إنه الكنيسة لما تجتمع تصلون بصوت عالي. طهرني طهرني، صوتك هو صوت الرب، صوتك هو صوت الله. لما تطلق صوتك بالأجواء أمور روحية تحدث فيك وفي الآخرين يسمعونك. صلي بصوت عالي، يا رب طهرني، يا رب طهرني، طهرني ونقيني من كل تشويش، لا ضجيج لا ضوضاء على إذني، تكريس ومسحة، تكريس ومسحة. ربي يضاعف إليك المسحة، يضاعف إليك التكريس، يضاعف إليك النعمة، حالما أنت تقول يا رب أنا أريد، طوبى للجياع والعطاش إلى البر، لأنهم يشبعون. لا تتخم بأمور العالم، لا تتخم بحيث ما يصير لك نفس أو يصير لك فكر أنه تصلي وتطلب، الجوع يروح من عندك. سماء فوقك، سماء فوقك، لا تتحرك لأجل احتياجاتك المادية. قل لي هذه الحجارة أن تصير خبز، لا، الروح اللي أخرجني للبرية أخبرني أصوم، الروح أخبرني أصوم، ما أخبرني شو وقت آكل. أنا تحت المسحة، تحت الروح، أنا في حالة صوم، صوم. الرب يدعو الشعب يصومون أكثر وأكثر عن العالم. تعال نوقف مع بعض، تعال نرفع ايدينا وقل يا رب نستقبل من عندك جمرة. ارفع ايدك اصرخ وياه، يا رب طهرني بجمراتك، ادخلني لهيكلك، طهرني بجمراتك في اسم يسوع.